الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا الكريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني إشارة وتعقيبا على ما يحدث في هذه الأيام في المدارس، يعني والعملية تاع النساء اللي يقوموا بوخز الأبناء والتلاميذ يعني في المدارس. هذا العملية يا جماعة يعني ما نعطوهاش تأويل كبير، يعني ولا يعني نحرفوها عن مسارها الأصلي والحقيقي اللي هو أمور الشعوذة والسحر فقط، يعني باش ما يخش الموضوع يعني منحى آخر وما يكونش فيها تهويل للموضوع. لكن لازم الاحتياط والحيطة والحذر. هؤلاء النساء يعني يكونوا مبعوثين من طرف السحرة، وأنهم يأخذوا ماء الأولاد. وأنا في الغالب نقول لكم يا أحبابي إخواني، هؤلاء الأبناء ممكن يكونوا زهريين، دم الزهري، كانوا في العشر سنوات الأخيرة يقوموا باختطاف الأولاد والاعتداء عليهم، ثم قتلهم وقطعهم واستعمال أعضائهم ودمائهم المسفوخة والمسفوحة يعني في السحر. كانوا يستعملوا دم الميت، الآن ولا يستعملوا دم الأحياء. ولهذا احنا كيفاش كنا عرفنا هذه القرائن كلها، وكيفاش عرفنا باللي راهي أمور يعني تاع السحر؟ من خلال اعترافات هؤلاء النساء اللي يقوموا بيخز الأولاد وأنه عندهم علاقة بالسحر. وأكثر من ذلك القرائن اللي يوجدوه الأغراض المستعملة، نلقى مثلا يعني الأشياء اللي كانوا حاملينها معهم، كما الإسرافي عند دفل على ما أعتقد وجدوا الشموع، يعني وجدوا الصور تاع المرأة المقصودة بالسحر، وجدوا الرصاص، وجدوا الحرز والحجاب. هذه كلها أغراض تدل على أن المقصود هو السحر. لكن إحنا يعني ياليت يعني وياريت أنه الشرطة يعني والله الأمن والله يحقوا أكثر مع السحرة ويضغطوهم يعني ويلزمون بالاعتراف الحقيقي باش يفكوا هذا الشفرة. علاش يعني علاش هذا الاستعمال للدم تاع الأبناء؟ هل هو من باب التخويف يعني وإصابة الأبناء بالهلع والخوف، أكثر من ذلك استعمال دماء، أم أنه كان أشياء أخرى يجب معرفتها؟ إذا اللي قادر يفك هذا الشفرة كلهم الأمن، يعني بالضغط على هؤلاء السحرة. السحرة هم الذين يعترفون، وهم من أرسلوا هؤلاء النساء إلى المدارس وإلى هؤلاء التلاميذ باش ينحوا من هذا الدماء كلها. ونقول الحيطة والحذر أحبابي إخواني، وخاص في هذا الوقت كله، أن نراقبوا أبنائنا، نعسوا أولادنا. والأفضل يا حبذا لو أن الدولة تستعمل يعني رجال الأمن على المؤسسات تاع الدولة، وبخاصة يعني مؤسسات التعليم، ويكون فيها أيضا على الأقل ولو رجل تاع حماية مدنية باش تكون فيها إسعافات أول لأي حالة لأي ظاهرة. وأكثر من ذلك مليح يكون طبيب نفساني في كل مدرسة باش نعالجوا هذه المشكلات، لأنه في الأونة الأخيرة قلت من خلال هذا الوخز للأبناء، مرة لقيت يعني ما عنديش بزاف، لقيت واحد من الإخوة يقول لي ابن البنت نتاعي يعني ما بغاش تروح تدرس في المدرسة، تقول من خاف، تنوض في الليل وتبكي تقول من خاف من المرأة هذيك اللي جيت وخزني يعني في اليد نتاعي. فولاد حاله نفسيه لابنائنا يعني. فمليح انه يكون طبيب نفساني ويكون رجل امن ويكون رجل عون تاع الحمايه المدنيه في كل مؤسسه للتعليم، منها نفتحوا مناصب شغل، منها نحميوا ابنائنا، ومنها نرتقي بالمستوى التعليمي تاعنا باذن الله تعالى، ونحاربوا هذا الظاهره، ونحاربوا هذه الافات والمفاسد اللي عندها تاثير على امن واستقرار بلدنا الحبيب الجزائر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.